السلام عليكم، معكم محمد قنديل وحلقة جديدة من لسعة قنديل. فلسطين والقدس دايما في القلب، بس قبل ما نكمل كلامنا تعالوا نسمع الكلمتين دول على السريع. في فلسطين النهارده كنت ben Kudüs'ü o saati gibi taşıyorum. كلام الرئيس التركي عن فلسطين ده مجرد نموذج لعشرات ومئات التصريحات الوردية والناغية في نفس الوقت، التصريحات اللي كلها بتنبئ وبتقول انه الراجل ده بيحب فلسطين وبيحب القدس، وانه الراجل ده اول حاجة في دماغه اول حاجة بيهدف لها هو تحرير فلسطين والمسجد الاقصى من ايدي الغاصبين الصهاينة. وانا هنا بصراحة بسأل سؤال للعرب وخاصة للفلسطينيين، حد فيكم شاف من اردوغان حاجة بخصوص فلسطين والقدس غير التصريحات؟ يعني انت مش ملاحظ انه بس بيكتفي بالتصريحات الوردية تجاه فلسطين وبالتصريحات الناغية تجاه الكيان الصهيوني، بينما كل افعاله بتلاقيها للاسف في اماكن تانية بعيد خالص عن فلسطين. حملة عسكرية على الاكراد في شمال سوريا لاحتلال منطقة في الشمال السوري تحت مسمى المنطقة الامنة، وراح ضحيتها مدنيين اكراد مسلمين، ودلوقتي تحركات يمين وشمال لحشد تحالف عسكري. فين بقى للتدخل في ليبيا؟ الوفاق تطلب الدعم رسميا، اردوغان يتاهب لارسال جنوده الى ليبيا والجزائر تدخل على الخط. رجب طيب اردوغان: البرلمان التركي سيصوت على ارسال قوات الى ليبيا. مستشار اردوغان: ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا بموجب مذكرة التفاهم. يا ارسال قوات وجنود ومعدات وطيارات كل ده ليبيا علشان تساند ميليشيات ضد الجيش الوطني الليبي؟ وفيه يا جدعان حد يفهمني كل ده الرئيس التركي عايز يعمله على الارض الليبية، بينما فلسطين ملهاش اي تحرك على الارض نهائي من طرف اردوغان. ما هو ما نستعبطش بقى، انتوا فاهمين قصدي كويس، انا بتكلم على التحرك العسكري مش التحرك على المنصات وقدام الميكروفونات لإلقاء الخطب والتصريحات. ولا انتوا يا عرب اردوغان بتصدقوا انه علشان اردوغان يحرر القدس ويحرر فلسطين لازم الاول يسيطر على كذا دولة عربية غنية وياخد مواردهم المالية، وبعد كده يبدأ يكون الجيش التركي العربي الإسلامي المتحد اللي يحرر لكم فلسطين بعد 1000 سنة بقى إن شاء الله؟ الأهم إنه هيبقى جيش تركي. تركيا دي اللي عضو في حلف الناتو اللي في الأساس من مهمها حماية إسرائيل. تركيا اللي بتعمل تصنيع مشترك مع الكيان الصهيوني وبتصنع له معدات عسكرية وبتستورد منه معدات عسكرية، بما معناه إن الاتنين عمرهم ما هيتحاربوا أبدا. يوم ما تلاقي إن الصين بتستورد معدات عسكرية من أمريكا اعرف إن الصين وأمريكا بقوا حبايب وزي العسل وعمرهم ما هيحاربوا بعض. بينما على أرض الواقع ما تلاقيش إن الصين بتشتري مسمار في سلاح من امريكا. الكلام ده بيفكرني بحسن نصر الله اللي خلاكم مخدوعين سنين انه هيحرر لكم القدس، وبعدين لقيتوه بيقول طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص وبحلب وبدرعه وبالسويدة وبالحسكة. واضح ان فلسطين والقدس ليهم الكلام، بينما التحرك على الارض وتحريك الجيوش ده بيكون في ليبيا او في سوريا او في اي مكان تاني باستثناء فلسطين. اصل فلسطين بيحتلها الصهاينة والعلاقات التركية الاسرائيلية واضحة وضوح الشمس، بينما في ليبيا في الجيش الوطني الليبي. فاردوغان بيدعم عميله فايز السراج في ليبيا اللي هو بيعتبره الممثل الشرعي، مع ان السراج غير منتخب بالمرة من الشعب الليبي ومش جاي بعملية ديمقراطية، ده جاي بالتعيين من قبل الامم المتحدة. وبالمناسبة ولايته انتهت سنة 2017، لان اتفاق السخيرات سنة 2015 قام بينص ان مجلس الوفاق الليبي مدته سنه واحده تجدد لسنه واحده فقط وبعد كده تنتهي، يعني صلاحيه فايز السراج منتهيه من 2017. ومع ذلك اردوغان مستعد انه يبعت الطيارات والدبابات والبوارج والغواصات علشان خاطر يدعم فايز السراج، بينما فلسطين اللي محتله من قبل الصهاينه بيبعت لها الكلام والتصريحات والخطابات الورديه. نسيت، اصل فلسطين فيها صهاينه بينما ليبيا فيها بترول. وكفايه لسع لحد كده، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.